أهلا بكم من جديد، ولكني مضطر لقراءة هذه المقدمة مرفوعة ليديني تحية وتضامنا مع التلميذ علي شعيب من بلدية الغسول بالبيض الذي تحصل على البكالوريا برجله لأنه ولد بدون يدين. أرفع يدي وربما لأصفق كما صفق سكان الغسول كبارا وصغارا فرحا بعلي شعيب الطفل الذي تربى في كنف عائلة فقيرة جدا. أرفع يدي تحية أيضا لمعلمه سعداوي عبد القادر المعروف بقادة الذي علم عليا ما لم يكن يقدر على فعله بمدرسة قاسمي بالقاسم الابتدائية فأتقن الكتابة برجله. ألم يقل الشاعر كاد المعلم أن يكون رسولا. نور الدين مهداوي بعث لنا بالتالي: جيتوني في 2006 وقلت لكم باللي راح ننجح وننجح الباك، والحمد لله راك انا في 2018 وربحته وحققت الجدارة تاعي وربحته، ونتمنى نواصل مشواري الدراسي، وان شاء الله ما نتمنى ونهدي النجاح لامي الغاليه ووالدي الغالي والمعلم تاعي سعداوي عبد القادر. هذا هو الوعد الذي قطعه النابغة علي شعيب قبل 12 سنة أمامنا بنجاحه في امتحان شهادة البكالوريا بتحدي كبير وإرادة فولاذية. يومها كان والده يائسا من مجرد قبوله بصفوف المدرسة. النهار الأول أنا كنت ما نحسبهاش كاع، قلت ما يقراش وما يتسقبلونيش وهو محوق ويجي بجهة ما هي ديته. لقيت المدير الحاج ناصر والمعلم سعداوي قادة، تسقب له قادة هذا وحدا يقريه كل يوم يقول لي روح تشوف. لقيته صاي، وبعدها داروا له طابلة بجهة على الذراري وقعد يقرأ. علي هو مفخرة للجميع، نجاحه هو مسيرة أو نتاج لمسيرة متواصلة دامت أو بدأت من هذه المدرسة، من التحضير، من المدرسة الابتدائية، من مدرسة قاسمي وبطاولة اللحام بعوشي. بدأ المعلم سعداوي خطواته الأولى في تعليم علي الكتابة برجليه، فكانت بمثابة الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل. استطاع علي أن يخط بالضبط في يوم 25 أكتوبر سنة 2006 أول خط برجلي، وكانت الفرحة في الحقيقة عارمة في القسم، وصفق الجميع وحضر السيد المدير لهذا الخط الذي خطه علي أول مرة، وكانت البداية، وبالتدرج أصبح علي كما ترى. مهارة الصغير علي لم تتوقف عند حد الكتابة برجليه، بل ذهب يداعب الكمبيوتر والآلة الحاسبة وأجاد التعامل بالهاتف النقال. والحمد لله اللي نشكره كثيرا كثيرا المعلم اللي بداه من السنة الأولى ورباه أمثل كما ربينا احنا في العائلة، والله أفضل المعلم تاع سعداوي قادة اللي وصله لهذا الربح اللي راه فيها الحمد لله. غير أن وجه نجاح علي يقابله معاناة صامتة عيت والده وعائلته الكبيرة التي التفت حول نجاحه، وأصبح التحدي الجديد أمام علي كيف يواصل دراسته الجامعية دون ذراعين وفي غياب والدته التي رافقته إلى دورة المياه 12 سنة كاملة. هو الآن مقبل على مرحلة أخرى هي المرحلة الجامعية. نتمنى من هذا المنبر أن تمد له يد العون ويساعد علي أكثر مما كان.
لأن نجاحه ووصوله إلى الجامعة شيء يعتبر مفخرة أو شيء كبير جدا. نتمنى إن شاء الله أن تأخذ نتائج عالية وإنجازاته بعين الاعتبار. نطلب من السلطات، من سيد الوالي، من نطلبهم يعاونوني. أنا عندي عوائل، السكن ما كانش، 12 رقبة ولا 13 عندها دار، أرواحه بالمشاهدة باللجنة شوفوا لكن بلا بصح لقال الأمور هذه هي ما عندك مت راك تشوف الرب إن شاء الله لقنا يفرج. وراه ولدكم كل جامع هذا راه شوف إن شاء الله رمز للولاية والبلدية ورمز لكم كاع. وحنا هذا الولد راه معطوب راكم تشوفوا وباه ما عنده حتى حية. بركة على ولادنا وماذا بنا تعاونوه، راه راكم تشوفيه ماذا بنا تعاونوه توقفوا معاه يرحم والديكم. طلبوا مجهودكم مع الطفل، ها هو انا راه قايمه الخدمه يا بقيتو ربي يا وليدي، راه حارقنا من نشوفوه رانا ما نطلقوش نخزرو فيه. طلبوا مجهودكم معاه. أشكر قناة شروق نيوز وأتمنى لهم التوفيق والنجاح. لبرنامج مراسلون من بلدية الغسول كان معكم نور الدين مهداوي.